نريد عودة أقاربنا والحكومة الماليزية مجرمة. هذه هي الشعارات التي رفعها المتظاهرون الصينيون الغاضبون أثناء مسيرة احتجاجية أمام السفارة الماليزية في العاصمة بكين. غداة الإعلان عن تحطم الطائرة فوق المحيط الهندي، حالة من الغضب والسخط سيطرت على العائلات، وخاصة بعد تعليق عمليات البحث عن حطام الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوبي المحيط الهندي. المدير المسؤول في شركة الخطوط الماليزية يقول: نحن نشعر بالقلق تجاه عائلة الضحايا ولا سيما الأسر في الصين، ونحاول أن نقدم ما نصل إليه من معلومات، ولهذا السبب نشعر بمدى صعوبة هذا الأمر. أود أن أشير إلى أننا كنا دائما على أمل في العثور على الطائرة، ولهذا السبب استغرقت عمليات البحث وقتا طويلا. أحمد جوهري الرئيس العام لشركة الطيران الماليزية، وبعد تعرضه لانتقادات حادة كان قد صرح أنه قد يتقدم باستقالته في وقت لاحق. وكانت مجموعة من طواقم الإنقاذ الأسترالية تستعد لتحميل حطام محتمل للطائرة الماليزية التي كانت تقل 239 شخصاً.